السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على صحفي ومناصر موريتاني كتب يقول يعني بعد يعني 5 أشهر بدون فوز اخر هدف سجلوه علينا احنا برك، اخر هدف سجلوه علينا برك احنا، هذا ما كان مليان، ما ربحوا ما سجلوا ما والو. قال لما فاز منتخبنا الموريتاني على شقيقنا المنتخب الجزائري في كان الكوت ديفوار بهدف لصفر غمرت الفرحه يعني عارمه كل الشعب الموريتاني، كون الفوز هو اول فوز في تاريخ منتخبنا في نهائيات كأس أمم إفريقيا وأمام منتخب كبير اسمه المنتخب الجزائري. وأضاف المناصر الموريتاني يقول اسم المنافس المنتخب الجزائري وتاريخه الحافل بالنتائج الباهرة جعلنا نعتقد أننا كسبنا منتخب كبير بقيادة المدرب الفرنسي القمري، اعتبرناه هو الآخر مدرب كبير اسمه أمير عبدو لنذهب بعيد في تفاؤلنا، وقلنا هذا المنتخب سيمثل موريتانيا أحسن تمثيل مستقبلا. لكن بعد الفوز على الجزائر لعب منتخبنا 5 مباريات انهزم في 4 وتعادل في 1، ما خيب الأمال الشعب الموريتاني أن منتخبنا لم يسجل أي هدف في مقابلات الخمسة والتي لعبها بعد فوزه على الجزائر، مكتفي بهدف وحيد الذي سجله في مرمى المنتخب الجزائري منذ قرابة 5 أشهر. وأضاف إلى هنا كان لابد علينا أن نطرح سؤال على أنفسنا، هل فعلا المنتخب الجزائري الذي فزنا عليه يعد منتخب كبير؟ وهل فزنا على الجزائر يعني على الجزائر يجعلنا فوزنا على الجزائر يجعلنا نتفائل بمستقبل مشرق؟ كل هذا التفاؤل. لكن بالعودة للنتائج المنتخب الجزائري الشقيق لابد أن نكون واقعيين مع أنفسنا، فالمنتخب الجزائري الذي فزنا عليه ليس هو ذلك المنتخب الكبير الذي كنا نخشاه، أكبر وأعرق منتخبات إفريقية وعربية. وما يثبت ذلك هو النتائج المتواضعة جدا في السنوات 4 سنوات الأخيرة، والتي جعلت منه منتخب ضعيف، وإن لم نقل منتخب يعني متواضع، إن لم نقل منتخب ضعيف كيف لا، وهو الذي خرج من الدور الأول في كان الكاميرون وبنقطة واحدة، ثم عجز على تحقيق التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر، ليأتي خروجه يعني المخيب والمذل ومن الدور الأول من الكان الساحل العاج، لتأتي هزيمته أمام منتخب غينيا وفي قلب العاصمة الجزائرية وتكشف لنا أننا أخطأنا كثيرا في توقعنا لما اعتبرنا فوزنا على المنتخب الشقيق الجزائر المتواضع إنجاز كبير. كيفاش لازم الناس تعرفوا حنا والو. يا جماعة راكم غالطين، قال لك لا، قال لك انتوما تكرهوا مدرب. يا ولدي مع موريتانيا نكره مدرب انا، مع موريتانيا صاحبي، مع موريتانيا نكره مدرب انا، قاع ما كاشي، قاع ما تجيش، قاع تكره مدرب انت مع موريتانيا. موريتانيا نورمالمون كو قعد محرز راقد ولونترينا راقد وبلايدي راقد، رقدو كو ما راحوش للوتير، كو ما خرجوش من اللوتير، كو رقدو ويربحوا، كو رقدو ويربحوا. خسر مع موريتانيا وعندكم الوجه اللي خرجتو قلتو بلي داروا لنا مؤامرة، درتو قلتو الفار مشي عيب مع موريتانيا، 5 أشهر ما شافوش الضوء.
واحد دار فيديو قال لهم لعنة المدرب تلاحق موريتانيا. ما استودع لعنة المدرب تلاحق موريتانيا، ما استودع الهضرة الزيادة هذه، الهضرة تاع الدراري عندكم، هضرة تاع الدراري كاع مكاش هذا. لا والله هضرة تاع الدراري هذه كاع اللي كنتو ديروها نتوما كاع مكاش كاع هذه. وضربك هادو الناس لهم خارجين، هادو ضد وليد صادي، ضد وليد صادي، لأن الملفات يعني الناس راهم الناس اللي داروا التحقيقات يعني كانت صدمة كبيرة لهم من مشهد، من هول ما شاهدوا من أرقام، أرقام مهولة. يا ولد الدعوة ماشي 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 يا ولدي كاين صوالح وحدة أخرين، ما هيش في ملف فساد ولا لا لا لا، كاين في مخاب يعني من مؤامرة على الجزائر، كاين خيانة كبرى يا ناس، راهي دخلت في الخيانة، ما هي سهلة. لازم الإعلام الجزائري يهدر، لازم تحضروا، أنا نقولها لكم. الجواب بسيط، بما أن يعني وين هذا الوليد صادي قال لك راكم تقدسوا فيه، مش انا قدتو فيه، نتوما كنت عايروا فيه خاطش عليه سيادكم عطاكم الدراهم قال لكم كرهوه للشعب، باغي تكرهوه للشعب بالصح، الحاجه اللي غادي ترد الشعب نقول لكم شتي. لا خلينا من راهي شر، خلينا من زعماء طائفات هذو طوائف هذو تاع، خلينا الحاجه اللي غادي ترد الشعب عندما تنكشفون بالادله واش درتو، فما غادي تنكشفوا عن قريب. خاطش وليد صادي ملفات نتحطوا، خاطش ضروك نتوما دايرين كلش باش يضروا واحد تخونوا فيه وتاخروا، ضروك نشوفوا شكون الخائن، ضروك نشوفوا شكون الفاسد، ضروك نشوفوا ضروك. انا واحد من الناس راني مرتاح، شوف ربحنا وخر ضروك لافير كاع، نقول لكم كان فماك نيبروان مي مركينا البود الزاوج، نغم 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 هذه هي نغمت الناس، يعني الكل يكره صادي رغم انه شرع في منصبه قبل ستة اشهر فقط، رغم انه يعني الفتى الذهبي طيلة 4 سنوات كوارث وفساد، لكن لم ينتقد يعني لم ينتقده اي احد، يعني وين كان الدراهم؟ هل هذه الامر طبيعي؟ لا. صادي خلال اول يوم له يعني بدا بالقضاء على الميكروبات والحشرات الضاره في مبنى دال ابراهيم بتغيير شامل في خليه الاعلام وجلب اعلامي متميز سعيد فلاق اللي الناس طاحت عليه، يعني وين لشغل منصب كذلك اول مره في تاريخ الكره الجزائريه، ثم كشف عن حصيلة مالية للفاف أمام الشعب الجزائري. وليد صادي كان له قرار جريء بإقالة مدرب الذي طردته موريتانيا، حتى موريتانيا ما أمنوش قال لك احنا هذه الجزائر العبد، لا هذه هي الناس اللي راكم تقارعوا. ولا تتقارعوا قارعوا، زيدوا قارعوا زيدوا قارعوا، صبروا روحكم صبروا روحكم صبروا، اللي راهي قارع الوليد صادي يخرجوه هو لا وراه اللي قارع، شاش يعمل البنت الزاوج 100 مركة شاش كي دار، هذا شتوه ولا ما شتوه؟ هذا هنا كان يتفرج في البنت الزاوج، كان با يدير فيديو يكماصا يعاير، هيا شاف البنت الزاوج شاش كي دار هذا قالي 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 خلعه وليد راخر كسموه بالرحمة، خلعه كان يقارع ليكيب ناسيونال تخسر، خلعه بالك تلعبش مع الجزائر، تلعبش مع الجزائر، تلعبش مع الجزائر، أنا نقولها لك.
هدر على قطر، هدر على قطر بالك تكاليف، هدر على قطر بالك تكاليف، هدر ولدي هدر. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.